كما قاعدين تشوفوا الحيط يعني في وسط المعمل تقريبا بجنب المعمل، كما شفنا الشباك نتاعه زاد بتاع داره يحل على المعمل، يعني بكل صراحه قاعدين نشوفوا في حاجه ممكن غريبه شويه، معناها الشباك يحل في المعمل. سي شكري انت قدمت قضايا وحكينا، باقي ما فهمناش الاشكال نتاعك والتضرر نتاعك فين بالضبط. والله مشينا البلديه من الاول في بالنا باش تنصفنا، ما نسبتناش، رسلنا قرابة 12 عريضة ولا أكثر من 12 عريضة، فهمني، ولا إجابة من لا من رئيس البلدية ولا من فهمني. الإشكال فاش يتمثل بالضبط؟ الإشكال هاك تفرجوا هاك تشوف الإشكال فاش يتمثل، تشوف كان جاي مثلا واحد زوالي بناه ولا حاجة واحدة راهو خرجوا له يجروا راهو طيحوا له، شو شباني الراجل تفرج فهمني. هذه الأرض تبغى سكنية وفلاحية، نورمالمون يبني حتى مسمار ما يدقوش فيه فهمني. تفرج سبيني الرجل وساكتين عليه، السلطه ساكته عليه في مجلس الباب، واولها البلديه مشينا لها قريب 12 ولا 13 مره فهمني، باش ولا ايجاب نكلموهم ما يكلمونيش فهمني، ما سميش. وقتها هو يبني وبناء هذا الكل، انتم وين ساعتها؟ نبثوا في المراسلات ونبثوا في العرايض البلديه ما تحركتش، مش موجوده جمله. البلدية كي حفظت كوفي على روحها مشات عملت رئيس بلدية عمل ورقة قال خويا أنا اجتمعت بالمتساكنين وفهمني وتفهمنا فهمني، مشينا كيفاش يودي كيفاش قال لك لا متفهمنا، يعني المتساكنين مصححين أنه مثالش خليه ينتصب يودي كيفاش هذا. مشينا عملنا له واحد مكتوب لا سيسمع لا نفاذ المعلومة تسمع فيا، ديجا هو تفاهم هو الوالي السابق هذا، قالوا راهو تفاهموا الجيران والمعمل تفاهموا، عملنا تسمع مطلب نفاذ معلومة فهمني باش نشوفوا الاجتماع شكون اجتمع فيه فهمني. من شير رئيس البلدية بعث مراسل للولاية اللي هو اجتمع معنا ومع الـ مع الـ ومع الـ المعمل، وكي عملنا نفاذ المعلومه فهمني تبين انه ما ثماش منها الحكايه، ديجا قال ما سمعتش، ديجا عندي الورقه موجودين هنا كل هنا راس هاي شكايات كل البلديه هذيك هاي رئيس البلديه ها كلها متضرره عباد الكل فهمت. مره اي كيف هزيت له هكا وقلت له وراكم ما اجتمعتوش ومش صحيح وكذا، شنو جاوبوكم؟ شنو كان الجواب؟ ما عندهم حتى جواب، حتى الوالي بت من الاول قال كيفاش وما كيفاش فهمني، وديجا ابارامون الوالي كي مشى على حكايه هذيا راهو فهمني. يعني تقصد تنحى الوالي على حكايه؟ الحكايه هذيا بالطبيعه فهمني، ما وكي جا معتمد الاولى هذايا زاد فهمني ما كمل في الثنية تاع البلديه زاد، عمل معاهم اجتماع في 28 نوفمبر. مع شكون عمل؟ مع البلديه ومع مولى المعمل. مع صاحب المعمل مش صاحب المعمل مع المدير العام فهمني، وسال وينهم المتضررين، قال البلديه قلت كان انا في بلاصتهم، نورمالمون يعيطونا احنا الاقل ما عيطنا حد، وخذوا قرارات من غادي غادي وما ثم حد شيء. انت تو الكاميرا قدامك شنو طالب بالضبط؟ طالب رئيس الجمهوريه يدخل المول هذا فهمني ويرفع لنا المظلمه فهمني، والبلديه راهي ديما تسبب في الحكايه هذه كل تشوفوا فيها. وفيها خويا فيها شبهه فساد، انا ما نقولكش فساد، ما فيها شبهه فساد، لازم يحلوا عليهم يحلوه الدوسي هذا، خاطر ما نجموش نعيشوا كي نتفرج باللي فهمني. رواية عندنا جيران مرضى راهو من جراء التلوث وديجا الرواية هذه، فما ناس عندها عامله لي فالف وناس عامله قلب مفتوح وناس عامله مرضى وديجا فهمني. أنا عندي تجاري اليوم مشى عنده رنديفو مع طبيب تاع القلب 16 فهمت وديجا تفرجوا هاو شباك كي نحل شباك ديجا شباك يحل على المعمل في وسط الويد هاك تشوف توا الميسر الجاي يحبوا هما ديجا يحبوا يخدموا تسمع فيه، وديجا عندنا قرار هدم قرار تسدم تسمع فيه ما نفذوا حد حتى البلدية ما حبش نفذوا فيه قرار هدم هو قرار هدم وقرار هدم وفيه معاينة من الشرطة البلدية فهمني، وفما مع دبوات لازم يفرغوا باش يطيحوهم، وهذا طريق عرضه 12 متر تشوفوا فيه هذاك ها هو لقيتوا طريق هذاك طريق وحبوا يسكروا عليا من غادي حبوا يدوروا الحيط، تصور انت يدور الحيط هذا انا والدار كل في المعمل ولين
اصله كياس هذا كياس هاو 12 متر هاو هاو كان مزفت هاو هاو ديجا هما حطوا فيه الواحد الكرافيه حطوا فيه الواحد هذاك هاو 12 متر قال باش نزل 12 متر ونبعد عليكم هو نورمالمون هي الارض كان جات ذات صبغه صناعيه يلزموا يبعد 700 متر تفرج انت بالقانون هذا مش انا تفرج كيفاش مره صارت مشكله لهنا الشوديرات تحرقوا ولا شنو فين الدنيا كحله في بالنا سي باش ترشق الماء فهمت وديجا في بالهم الحكاية هذه والبلد ما تحركتش ماهيش باش تتحرك ما عارفش علاش علاش ما تحركش ما فهمتش انا هنا نشك تتهم البلدية تتهم بالطبيعة مادام ما تحركتش ما تسمعش بينا جملة راه ما عيطش حتى الواحد راه هاك شوف فيها معايلات كلها هذوما اللي تسكن هنا في الصيف راهو انا واحد من الناس مرتي تروح لدربه الدار تبقى فارغه هذه راه خمسه شهور سته شهور المعمل ولا يخدم راه تصورني تي ماء هذاك يولي متر ونص زوج متر على الحيط راه ندي تتفرجوا تدخل داخل تفرجوا في ندي سي شكري تتحمل مسؤوليه الادعاءات نتاعك هذه الملف موجود عندك صحيح لكن انت زاد تتحمل مسؤوليتك كامله مشينا حتى لجنه المحيط حمايه المحيط فهمني وخذينا اللي هو في ديجا فهمني فما الهواء ملوث والماء ملوث تاع مجرده وكل شيء ملوث يعني في البلاصه هذه فهمني وعندكم فيه عندنا في ملف انا في ملف كيفاش كيف نجي ندعي على الناس بالكذب عندنا ملف ويثبت الشيء هذا فهمني انت من اللوط هاو من الزليز وانت ماشي حتى ما تسكنش هذه بيت ولاد نحي ناجم فهمني تفرج عرش انت تو الشباك يحل في المعمل طول حل في المعمل تفضل ويشوف عرش هذا المعمل خويا الشباك نحل نصبح على الخدامه الصباح الماء تاع الطماطم يغصوا بيه الطماطم يبدا متر ونص لهنا ها هو النيفو تاع الواحد النيفو ندي هاك فهمت تفرج ها عاش دار ما تسكن الدنيا ساكنين فين انتم البيت هذه؟ هذه اللي ما فيها حتى شيء مسكر معناتها احنا الصيف كامل نغيب على هذا نغيب على الدار جور تلحس من تالي معناتها شوف انت المعمل هذاك اكيد بناه الحس الكل على روسنا احنا معناتها عدى معناتها شوف ثلاث سنين ولا اربع سنين اللي يبنوا فيه المعمل هذاك الكل هكا كل عاد قر بيع وبر بيع عنا احنا نقعد قاعدين في الصاله لنا في الليل المعمل حسوا منا خاطر احنا وياه الحيط في الحيط المعمل معنا من الجناب الكل دارنا معناتها ما عادش تسكن كيما البيت هذه زاد كيف كيف حتى هي منديه معناتها واحد ولا قريبي الندوة عندنا فينا تروينا الله غالب باش نعمل تا واحد داره ملك ينجمش يحاول منها ولا يسيب داره ويمشي يكري لبرا ما ينجمش وشوف انت كيفاش الدنيا معناها كل شيء طاسين هكا ساكنين حامنين باش نعمل ترى هذيك هي هذه زادا كيف كيف في الماء كيفاش يخرج في الليل الدخان كيفاش من تالي معناها شيء كبير ما نحكي كل شيء موثق يعني. كل شيء موثق عندنا معناتها فما كل شيء موجود لنا توريهم كل شيء لنا موجود يعني. شكيتو شكينا وجينا وشيء اللي ديجا باش يحلوا كياس من تالي معناها شو ما زال